شكرا سيدي الرئيس. أولا من المهم جدا أن نبدأ بالتفكير، أو عفوا أن نبدأ بشكر المنظمين لأنهم فعلا أمنوا أو جعلوا أو سمحوا لي أنا كشخص من المجتمع المدني أن آتي إلى هنا وأتكلم عن وجهة نظر مختلفة تمثل فلنقل وجهة نظر المجتمع المدني في النقاش في هذا الموضوع المهم. وعلى الأقل هذا يعكس مدى أهمية إشراك المجتمع المدني في السياسات منظمة الأمم المتحدة، وأمل فعلا أن هذا سيؤدي بنا إلى إمكانية التشارك والتواصل مع صانعي القرار بشكل أفضل في دولنا. إذن أريد أن أركز على أمرين. أولا كلمة التنمية الجديدة والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفي الأسبوع الماضي أطلقت الإسكوا مسح اجتماعي اقتصادي، وفي هذا المسح الاقتصادي الاجتماعي تسنت لي الفرصة أيضا أن أرى التلخيص لهذا المسح، ورأيت أن الإسكوا تركز كثيرا على النقاش أو على الحاجة لتبني معنى جديد للتنمية، حيث لا يكفي أن نركز فقط على النمو، ولكن علينا أن نركز على نوعية النمو، إعادة توزيع النمو بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية بما في ذلك القطاع الزراعي. وأريد أن أقول هنا أن هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، وهذا تركيز أساسي من قبل الإسكوا. ولكن أريد أيضا أن أضيف التالي: القطاع الزراعي كقطاع عليه أن لا يعتبر كقطاع اقتصادي محض، وما أعنيه بذلك هو أننا علينا أبدا أن إذن يقول المتحدث علينا أن لا ننظر إلى هذا القطاع كمجموع في إجمالي الناتج المحلي، ولكن علينا أن نأخذه بعين الاعتبار وكأنه قطاع اجتماعي أيضا، وبذلك يجب أن ينظر إليه وكأنه جزء من المقاربة الشمولية الشاملة الكاملة للتنمية. وأقول ذلك لأنني لدي مثال لبنان مثلا، عندما في السنة الماضية تم تبني الاستراتيجية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، حيث أن التنمية الريفية والقطاع الزراعي كانا غائبين كليا. والنقطة الثانية مرتبطة بطريقة ما إلى النقاش الذي حصل في الجلسة الأولى، أي العلاقة ما بين التجارة من جهة والزراعة من جهة أخرى. ومن الصحيح أن الاستثمار مهم جدا للقطاع الزراعي، ولكن علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن النظام التجاري العالمي لا يسمح بمجال واسع للدول التي توقع على اتفاقيات تجارية حرة. وفي هذا الإزاء يمكننا أن نتكلم عن كثير من الأمثلة، مثلا لربما في الأسئلة والإجابات في النهاية يمكننا أن نتكلم عن أمثلة من مصر والسودان، ولكن اسمحوا لي بأن أنهي تعليقاتي الافتتاحية بقول التالي: في شهر ديسمبر كانون الأول عندما شهدنا النقاش بين المقرر الخاص للأمن الغذائي دكتور أوليفر دشوتر، ومن جهة ثانية باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية، خلال الاجتماع الوزاري الثامن لوزارة التجارة العالمية، حيث دكتور دشوتر كان يطلق التقرير العالمي للحق في الطعام، وباسكال لامي كان يدافع عن فكرة أهمية التجارة للزراعة، حيث كان دشوتر يقول أن التجارة ضمن النظام التجاري المعتمد يشوه فلنقل القطاع الزراعي. وصباح اليوم دكتور دردري ذكر أيضا مستحوذي الأراضي. إذن عندما نتكلم عن تكبير أو تركيز على
القطاع الزراعي، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار القيود والعراقيل الموجودة من قبل النظام التجاري العالمي.